اسمي عبد الرحمن العتيبي، المدير المالي في شركة البركة للصناعات الغذائية. شركة البركة للصناعات الغذائية مشتركة مع هيئة الترقيم الأردنية منذ أكثر من 20 عام. طبعا احنا اول ما تعرفنا على خدمة جوسكان اللي اطلقتها هيئة الترقيم الأردنية كنا اول المبادرين فينا نشترك معهم في هاي في جوسكان، منصة جوسكان، لانها بالطبع وسيلة لتوحيد آلية العرض للبيانات الخاصة بالمنتج عبر مختلف المواقع الإلكترونية. وكمان جوسكان بتوفر سرعة وصول المستهلك للمعلومات المنتج باستخدام الهاتف الذكي من خلال قراءة الباركود بأنواع مختلفة من خلال تطبيق خاص بخدمة جوسكان. منصة جوسكان بتوفر آلية البحث عن المنتج بطريقة عديدة، كما توفر وسائل عرض ترويجية مثل فيديو أو بروشور أو منتج أو شركة، وبالتالي بتسهل على جميع الشركات التجارية بأنها توصل للمنتج تعرف عليه من خلال هذه الفيديوهات.